Assalamualaikum. My name is Sayyed Azia Fatma. My father name is Sayyed Ali Hassan. I am 7 years old. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله My name is Allah. Allah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmiha illa bima sha'a wa sa'a kursiyyuhu samawati wal ardhi وَلَيَوْدُهُ حِفْظُهُ مَا وَهَوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربها فصلى بل توسنون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم إنا تنا أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا تنا الكوثر فصل لربك ونهر إنا شانك هو الأبتر إنا أنزل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دعاء فرج اللهم كل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه ومتمتعه فيها طويلا صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله سورة جمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة جمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
مصر الذين هم من التوراتا مسكين مارے ثم لم يحملوا كمسكين مارے اسوارا بيسا مصر القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل إن الموت قل يا الذين عادوا إن زعمتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت أبدا بما إن كنتم صادقين ولا يتمنوا الموت أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذين يفرون إلى منه وإنه لاقيكم ثم تردون إلى عامل الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون يا أيها الذين هادوا إن آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فسووا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم بما كنتم إن كنتم تعلمون فإذا فدي الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوا قائما قل ما إن الله خير من الله من التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم. ثانك يو.